لن تصدق ماذا وجدوا عندما فتحوا قبر عبد الحليم حافظ. وجدوا مفاجأة مذهلة. سنتعرف على القصة الكاملة بكل التفاصيل التي ستجعلك تتعجب مما تسمعه. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بالمقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم في غاية الأهمية، وقد شغل الجميع في الفترة الماضية، وهو عن جثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. والبعض قال أن جثته لم تتحلل منذ 29 عاما. والفنان عبد الحليم حافظ قد توفي بعد أن أصيب بنزيف حاد، وأخذ إبرة لتوقف النزيف والتي أعطاها له الطبيب الخاص به. فتم الكشف عن جثته بعد أن قامت أسرته بنقل جثته من المقبرة الخاصة به لكي يحموها من المياه الجوفية، وتم فتح المقبرة. وهنا كانت المفاجأة الكبيرة لما وجدوا داخل المقبرة. وجدوا جثة عبد الحليم حافظ كانت موجودة بكامل ملامحها ولم تتحلل أبدا رغم مرور 30 عاما عليها. وجدوا شعره الأسود ورموش عينيه وجسده الرفيع وملامح وجهه الكاملة، وكان الأمر غريبا. ولكن تم نشر تصريح لبعض من شيوخ الأزهر يقولون فيه ما شاهدوه داخل المقبرة ويوضحون الحقيقة. وكان هذا تعليق أحد الشيوخ الذي دخل إلى المقبرة، حيث قال: اكتشاف ما تمرت عليهم سنوات دون تحلل أمر ثابت في صحيح السنة والأحاديث النبوية. فهناك أنواع من الناس لا يتعفنون ولا يتحللون، والسبب هو أنهم ماتوا وهم شهداء، وكثيرا ما يعثر البعض على نماذج منها. وعموما مثل هذه المشاهدات تدل على أن الإنسان لا بد أن لا ييأس من رحمة الله، وأن الأعمال بالخواتيم. ونحن نعلم أن الذي لا يتحلل هو جسد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولكن تلك القصة منقولة ولا نعلم مدى حقيقتها، وهذه هي القصة الكاملة، والله تعالى أعلم. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا مشاركة الفيديو والإعجاب به والاشتراك بالقناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة معلومة في كتاب. ولا تنسى الاشتراك في القناة الاحتياطية، ستجدون الرابط في وصف الفيديو.